وفي البداية كده عشان نتكلم بقى في التفاصيل أكتر عن لقاء بكرة كمان فنيا، معانا كابتننا كابتن طارق يحيى. أهلا بحضرتك يا أبو الكباتن. أهلا بيك يا قدر، ازيك يا حبيبي؟ الله يخليك، منور. ربنا يخليك يا أبو الكباتن، بنتعلم منك. الله يخليك يا حبيبي، متقربش منك. شايف بكرة اللقاء إزاي وحضرتك عارف أكيد اللعب لبناني، حضرتك احترفت في لبنان وعارف أساليبهم كويس جدا وطريقة لعبهم، فشايف بكرة اللقاء هيكون عامل إزاي بين منتخب مصر ومنتخب لبنان؟ هو طبعا تمنياتنا بالتوفيق لمنتخب مصر عموما في هذه البطوله، وطبعا منتخب مصر طالما في ذكر رئيس مصر فلابد ان تكون من الدول المرشحه للفوز بهذه البطوله والوصول الى المباراه النهائيه او المباراه النهائيه عموما. ما فيش شك طبعا منتخب مصر راح بمجموعه من اللعيبه عندهم خبرات كبيره جدا، بنشوف منتخبات كتيره جدا، شفنا عمان، شفنا فرق العراق، شفنا تونس، طبعا ببارك للجزيري لاعبنا طبعا جاب جونين النهارده وعامل ماتش كويس جدا مع موريتانيا. صحيح، بالتاكيد هي مباراه مش هتكون سهله، بالرغم طبعا ان نقول خبرات كبيره جدا لمنتخب مصر عن منتخب لبنان، ولكن منتخب لبنان برضو خلي بالك يا ان هو عامل مباراه قويه جدا في تصفيات كاس العالم لاسيا، تصفيات كاس العالم يعني. والمدرب لبنان ايفان هاشك ده من المدربين اللي لهم طموح كبير جدا وعمل تصفيات كويسه زي ما قلت لك. هو طبعا له تصريحات لابد ان احنا نقف عندها بشكل كبير، تصريحات النهارده بيقول ان هو طبعا في مجموعه صعبه جدا بوجود الجزائر ومصر والسودان، طبعا منتخب قوي ده بيحفزه على الظهور بنظر كويس، وطبعا عنده بعض الغيابات، ولكن هو بيقول ان هو يعني في طريقه ان هو يكتسب خبرات اللعب مع المنتخبات الكبرى زي الجزائر ومصر. مستر كارلوس كيروش طبعا عنده درايه كبيره جدا بالكره اللبنانيه على فكره، لما كان ماسك منتخب ايران وكان طبعا على علم كبير جدا بالكره اللبنانيه، وده امر يعني مهم جدا، ولكن الراجل بيقول برضو ان هو يعني عنده مجموعه من اللعيبه منسجمه مع بعض، وبرهنت على الكلام ده كله في المباراه الاخيره ضمن تصفيات المونديال وخاضها بقوه كبيره جدا. صحيح، وقال ان هو سيعيد هذه الكره في كاس العرب. بالتاكيد منتخب مصر طبعا رايح بدون بعض اللعيبه المهمين، لكن يمتلك صف ثاني او مجموعه من اللعيبه المميزين جدا، لعيبه خبرات كلهم، لعيبه الزمالك وانديه كبيره جدا. اتمنى ان احنا نشوف مباراه قويه، واتمنى ان هو يوظف اللعيبه في اماكنها الصحيحه. مستر كارلوس كيروش الفتره الاخيره يمكن كان في نوع من انواع عدم الاستقرار بشكل كبير على القوام الاساسي، خاصه بعد مثلا ما شفنا اصابه مفاجاه لتريزيجيه واصابه مفاجاه لمرموش، ده عمل له مشكله في الناحيه الشمال. صحيح، وظف بعض اللعيبه فيها بشكل ما توافقش مع فكره ودماغه بمعنى اصح، يعني لعب مثلا مره بشريف، ما برضه شريف ما اداش فيها بشكل جيد، لان شريف كان بيلعب سترايكر طول عمره، بيحاول يوظف فيها بعض اللعيبه اللي هم مش اماكنهم. نتمنى ان هو يوظف اللعيبه بشكل جيد، وانا اتوقع ان لو اللعيبه كانت في حالتها بشكل كويس بكره ان شاء الله، واللعيبه عندها خبرات كبيره جدا، ممكن جدا من الطبيعي جدا ومن السهل جدا الفوز على منتخب لبنان. لكن ما نغفلش ابدا منتخب لبنان رغم الظروف الصعبه اللي بيعيشوها اليومين دول، ربنا يكون في عونهم وربنا معاهم ان شاء الله باذن الله. بالتاكيد طبعا ده هيؤثر بشكل كبير، لكنهم عندهم اصرار. الكره اللبنانيه عموما انا بتتسم بالقوه، بتتسم بالشراسه في بعض الاحيان، ان انا لعبت في لبنان زي ما انت قلت. صحيح، في التسعينات اعتقد، ايه كابتن طارق الشبكه بس بتقطع يا كابتن طارق. فبالتالي بالتاكيد انت عندك لابد يكون هو عنده درايه كبيره جدا، لان هو درب ايران زي ما قلت لك، فعنده اكيد خبره كبيره جدا بالدوري اللبناني والكره اللبنانيه عموما، وبالتالي هو يقدر يتعامل بشكل مميز مع هذه المباراه. المباراه لن تكون سهله، ولكن زي ما قلت لك منتخب مصر يمتلك من العناصر والخبرات، لو اتوظفوا صح وتعاملوا بشكل جيد تعظيم بجديه، من السهل جدا تكسب منتخب لبنان نظرا لفارق الخبرات الكبيره ما بين منتخب مصر ومنتخب لبنان.
ان شاء الله بكره منتخب مصر يفوز ويكون ضربة بداية جيدة. يعني كابتن طارق قلت لنا كل حاجة صراحة عن لقاء بكره، الله يخليك. بجد والله يا كابتن طارق، يعني دايما كده بنتعلم من حضرتك، واحنا ضيوف على حضرتك يعني، دايما قناة الزمالك لا بيتك، يا حبيبي، يا وان شاء حبيبي الله نلتقي قريبا في القناة. ان شاء الله باذن الله يا حبيبي، وتمنياتنا لمنتخب مصر ان شاء الله باداء مباراه جيده والفوز، ويعني انذار مبكر كده لكل الفرق المشاركه من منتخبنا ان شاء الله باذن الله ان احنا إن نكون شاء في الله مباراه نهائيه باذن الله ان شاء الله. إن شاء الله. أشكرك جدا كابتن طارق، كان معانا كابتن طارق يحيى يتكلم فيما يخص لقاء بكرة منتخب مصر ولبنان. يعني إن شاء الله تمنياتنا كلنا إن بكرة يكون لقاء نتيجته إيجابية وأداء حلو جدا.